قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ثم قال: وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. وقوله عز وجل: يصيب به من يشاء من عباده، العباد هنا مطلق أو عام، فقد يراد منه الكافر وقد يراد منه غير الكافر. ومن ثم فإن الضر قد ينزل بالمؤمن، ليس كذلك؟ بلى، النبي عليه الصلاة والسلام نزل به ضر كما سيأتي معنا في الباب الذي يلي هذا الباب، إذ شج عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، ثم هو سحر عليه الصلاة والسلام ووقع عن فرسه فتأثر جنبه، هذا ضر. من أجل ماذا؟ من أجل أن يرفع الله عز وجل درجته. وقد يصاب المؤمن بضر من أجل أن يمحو الله عز وجل عنه خطاياه، فأصبح هذا الضر ليس مرادا لذاته وإنما هو مراد لغيره. وقد يصيب الكافر خير، وهذا فيه حكمة، وهي ابتلاء المؤمن وامتحانه هل يثبت على هذا الإيمان أم لا يثبت. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن.